بمناسبة الشهر الوردي أكتوبر. إحنا درنا أسبوع تحسيسي اللي كي نحسس كل مواطنين على هذه الأمراض والكشف على أمراض السرطان، يعني الكشف المبكر على أمراض السرطان. تقوم مديرية الصحة بتنظيم أيام تحسيسية وتوعوية لفائدة النساء بالتنسيق مع المؤسسات الصحية من أجل الوقاية من هذه الأمراض وهذه السرطانات التي تمس شريحة كبيرة من النساء.